مين؟ شورت ليف ليفي أول شيء سوف أقلل قليلا من الصوت، وثاني شيء أشكركم على الدعم الجيد للحلقة الأولى من هذه اللعبة الجميلة والرائعة والتحشيشية. المرة الماضية لم يحالفنا الحظ في الفوز، ولكن هذا اليوم إذ كتب لنا الله الفوز سنحاول الفوز. والآن لنبدأ المهمة، هذه المهمة. أوكي، ماذا حدث؟ أوكي، ما هذا؟ برامج تفجيرية. ارفع ارتفع، يلا اهرب 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 اهرب. اوكي، ماذا حدث؟ يلا انفجر، الله يلعنكم. لا 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 لا، لم افهم شيء يا شباب. المهم سأحاول قدر الإمكان أن أفهم. يلا، أيمكن أن أرتفع أكثر؟ نوض، يلا نوض. حذاري، عندما المهم يا شباب استطعت أن أفهم ماذا حدث، والآن قد فقدت رجلي. اللعنة، إن شاء الله، الله يعين. فقط سوف أسحق هنا وخلاص، لأنني خلاص خسرت، فقدت رجلي، ليس عندي أي فرصة لكي أفوز. سوف أحاول أن يلا إصعاد. أهرب أهرب، فقد خسرنا. الآن فهمت يا شباب، لا أحتاج أبدا أن أفجر تلك البراميل الخاصة بالغاز. انبطح، لا لا. تم قنصنا يا شباب بنجاح. الآن فهمت، انظروا، أول شيء نرتفع، ومن ثم سيأتي هو بنفسه، ثم نرتفع مجددا هكذا، ثم نرتفع، والآن ننبطح. لا لا، حذاري الآن. يا إلهي، لقد تم سحقنا. لا سوف، تلك الأشهم يا أصدقائي هي مشكلة كبيرة، لا يمكن. سأخذ فقط نجمة، يلا ارتفع. أخذت النجمة، والآن سننسحب بسرعة هكذا، من ثم نأتي إلى هنا، نرتفع و... لا لا لا، فقدت رأسي. عندما سأصل هناك سأعود. حسنا يا شباب، لقد مريت من هذه المنطقة بسهولة تامة، وعلينا ليس الآن، عندما سيذهب الآن. نايس، ماذا هنا الآن؟ نجمة أخرى، لا كرة. حسنا، ارتفع، أخذنا النجمة. سأخذ هذه مكان هذه الألغام. إيه والله، اللي سقطت لم أصب على الأقل بأي ضرر. والله، لحسن الحظ أن هذه الوسائل قد كانت في المكان المناسب. أول مرة يا شباب سنختم هذه ختمنا 100% يا شباب، حصلنا على 3 نجوم وأخيرا ولأول مرة. والآن دعونا نذهب للمهمة التي بعدها. اليوم حظنا جيد، لم نجد كما الحلقة الماضية. أوكي، إلى المرة، إلى الليفل الخامس أو الليفل الخامس. أوكي، وأيضا يا شباب سمعت أن، لم أسمع شيئا هذه الأيام عن كورونا. لا، كنت بحظ جيد. ما هذا؟ هل هذا السائل ولا إيه؟
هل علي أن أتركه يضربني ولا أنا لم أفهم؟ لم أفهم شيء، سأحاول مجددا. أعتقد بأنني فهمت قليلا. سيضربني هو؟ لا ترحل. بوم! أرأيتم يا أصدقاء كيف طرت بطريقة جميلة جدا. فهمت، هذا أشبه ما لنا عليه أن يذهب هنا. أوكي، أوبس. عندما سنصل، أعتقد هنا السبب أننا هنا وصلنا، والآن علينا أن نزحف حتى نضرب في هذه القنبلة. ما هذا؟ هذا السحق، ليس الآن. الآن، يلا 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 أخ، كدنا نخسر، والآن علينا أن نمر من هذه القنينة الخاصة بالبنزين أو ما. أوبس، علينا الآن أن نكون حذرين من هذه الأشياء حتى لا تقطعنا. هذه اللعبة رهيبة، لكن عليك أن تكون ذكي في لكن عليك يا صديقي أن تكون ذكي جدا في اللعب. اللعبة جميلة وممتعة، لكن يا شباب لا تنسوا، هذه اللعبة جميلة ورائعة. والآن دعونا ننتقل للليفل الثالث، الليفل الأخير في الحلقة. اليوم حظنا جيد، حصلنا على 3 نجمات من دون أي مشاكل. إلى الليفل السادس. إذ وجدت دعم جيد، سأبقى مستمرا على هذه السلسلة الرائعة. حذري من تلك الفأس، عندي خطة. سأنبطح هكذا ولن تصيبني مهما فعلت. رأيتم؟ ما فائدة هذا؟ فهمت. ارتفع، والآن ادفع هذا. لا 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 لا، يا شباب، كنت قد عديت الأمر على خير، وفي النهاية قد قاموا بقتلي. سأريكم نفس الطريقة التي فعلتها. عبرت من هنا ثم قفزت على هذه القنبلة، لكن هذه مصيبة. هنا تبدأ المصيبة، عندما يرتفع سأهرب. هروب، أداة السحق. سحقوني سحقا يا شباب. يا أصدقاء قد وصلنا على ما أتذكر، والآن هربنا جيد. والآن عندما تذهب أداة السحق هذه في المرة القادمة، يلا يلا، الله علينا. إنه قناص، يلا ارتفع حذاري. لا 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 لا، أفضل أن أسحق. لا 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 تسحقوني، أرجوكم أرجوكم أرجوكم. لا، إصابة واحدة وأموت. لا 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 لا، برميل غاز، حذاري. ولا لا، طرنا. لا لا لا، وصلنا يا شباب، ليس الآن. سوف نعبر عندما تختفي آلة السحق هذه. أوكي، ليتس جو. تم إصابتي، يلعن أم الحالة. يلا يلا، لا تصيبوني بسهم آخر. نايس، نايس. والآن تم، استطعنا العبور. ولي وش هذا؟ عند خطة سنعبر فيه، ليس الآن. سوف ننطلق الآن، ثم سيذهب هذا. نايس، ولي طرنا، لقد فزنا. نايس، حسنا حسنا يا شباب، في الحلقة القادمة سنلعب الليفل السابع والثامن والتاسع. إن شاء الله يكون لدينا حظ جميل مثل هذه الحلقة، حصلنا على 3 نجوم، لم نخسر أي نجمة. إذا يا شباب، أستودعكم الله الذي أتضع ودائعه، وشكرا لكم على الدعم الجيد في الحلقة الماضية، وأتمنى أيضا أن يكون لكم نفس المراد في هذه الحلقة. ووداعا.